هنا ما شاء الله الشاي المغربي بنعمل بالطريقة دي 4 مرات عشان بيطلق النكهة تبعه. هنا التي بار، ثانك يو. طبعا هنا التي بار عندهم أنواع شاهي وأنواع من القهوة، متميزين بشاهي دامان، شاي فرنسي. طيب السلام عليكم، مساء الخير جميعا، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم تغطيتنا راح تكون هنا فندق بولمان في المطعم. اليوم احنا ليش هنا؟ عندهم ليلة وكل يوم خميس سي فود نايت، ليلة المأكولات البحرية. هيكون المطعم 80% أغلبه مأكولات بحرية، فخليكم معانا.